أحد هؤلاء من ينشر مقاطع على النت علي الكيالي، علي منصور الكيالي. حدثني رجل وهو يظن نفسه داعية وله مئات الآلاف من المتابعات، هذا الرجل هنا من مدينتنا والآن خارج البلاد. المهم هذا الرجل حدثني عنه قبل أكثر من 12 سنة، رجل كان يصلي عندنا في المسجد، هذا الرجل مهندس. حدثني عنه رجل مثله مهندس، قال اجتمعنا سوية في مجلس مع أصدقائنا، فيه جماعة من الأصدقاء المهندسين، حان وقت المغرب أذن، يا أستاذ تفضل نصلي المغرب، انتظروا قليلا، نصلي المغرب، انتظروا قليلا، انتظروا صلي المغرب، انتظروا قليلا، صار يكاد يخرج وقت المغرب، قاموا فصلوا، الرجل يكمل حديثه مع من لا يصلي، حديثه عن إيش؟ عن الإعجاز القرآني والعلم والمعالمات، وله متابعات وكذا، ولا يوجد عذاب قبر يقول، ولا يوجد كذا.